السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفراخ البيضة عمر 36 يوم. هنوزن مع بعض الفراخ. المفروض كنا نوزن عمر 5 أسابيع، يعني 35 يوم، لكن هو فات مننا يوم. مش مشكلة، نوزن مع بعض عمر 36 يوم علشان نذبح، وبعد كده نعمل لحضراتكم دراسة جدوى بال20 كتكوت أبيض، تكلفة والأرباح، وتابعونا علشان تعرفهم دراسة الجدوى وصلت لإيه، الربح والخسارة. هذا فرخ، أول فرخ نشوف كده، ما شاء الله 2500، يعني 2.5، 2.5 كيلو. نشوف واحد تاني، فرخ تاني، ادي 2.300، نقول 2.350. نشوف واحد كمان، واحد كمان فرخ كمان، نشوف وزنه 2450. واحد كمان فرخ كمان، اهيت كام؟ 2300. فرخ كمان، الفين مية، 2 كيلو و100 جرام. واحد كمان، نشوف ده يمكن وزنه اقل شوية، عشان ده دي فرخة مش ديك، الديوك كانت اتقل شوية. نقول ده 2 كيلو تقريبا، 2 كيلو. فرخة كمان، فرخة مش ديك، الفرخة دي 2 كيلو برضو زي اللي قبلها. احنا بنقول بنوزن ده وبنوزن ده عشان نعرف متوسط الوزن هيكون كام. فغالبا هيكون المتوسط حوالي 2.25، لان في 2.5، في اقل لغاية 2 كيلو. هنشوف تاني كده فرخة كمان، نوزن فرخة كمان، هي 2.2 ومية، يعني زي ما قلنا من 2 لـ2.5 الوزن، فالمتوسط حوالي 2.25. تابعونا، اشترك في القناة علشان الفيديو اللي جاي هنعمل دراسة الجدوى لـ20 فرخ على متوسط وزن 2.25، 36 يوم. شكرا.